بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الثاني عشر المتقدم، مرحبا بكم في الاختبار التدريبي الأخير في ضمن مبادرة درب نفسك. هذا الاختبار سنعالج به إن شاء الله الأسئلة المتعلقة بالدروس 4.1 و4.2 و5.6. نبدأ على بركة الله. طبعا يمكنكم الوصول للاختبار من خلال الرابط ما زال متاح أو من خلال الباركود الظاهر على الشاشة. نبدأ بأسئلة الاختبار. في السؤال الأول سألنا عن إيجاد التقريب الخطي للدالة F الإكس تساوي كوساين 2 الإكس حيث عند إكس تساوي باي على 3. في هذا السؤال نريد فقط معادلة التقريب الخطي اللي هي L الإكس. طبعا كما نعلم معادلة L الإكس تتمثل ب L الإكس تساوي F الإكس نود زائد F برايم للإكس نود مضروبة في X ناقص الإكس نود. طبعا أعطيت لنا القيمة X نود في السؤال لأنه قال إيجاد التقريب الخطي عند قيمة X تساوي باي على 3، فبالنسبة لنا هذه عبارة عن الـ X نود. عندها سنقوم بحساب قيمة F الـ X نود و F برايم للـ X نود. نبدأ بـ F الـ X نود. F الـ X نود هي F الباي على 3، وحسب الدالة المعطاة هي عبارة عن كوساين 2 في الباي على 3. طبعا باستخدام الكالكوليتر كوساين 2 الباي على 3 اللي هي كوساين 120 درجة وهي عبارة عن 1 على 2 مع إشارة سالبة لأن ال 120 درجة موجودة في الربع الثاني. بالنسبة للاف برايم عند الاكس نود لازم بالأول نطلع اف برايم الاكس. اف برايم الاكس مشتقة الدالة كوساين 2 الاكس هي عبارة عن ناقص 2 ساين 2 الاكس. منها راح نستخرج F برايم للX نود اللي هي F برايم عند الباي على 3 والتي تساوي سالب 2 ساين 2 باي على 3. طبعا كما نعلم ساين 2 باي على 3 هي ساين 120 في الربع الثاني، طبعا الساين موجب وساين 120 جذر الثلاثة على 2 عندما تضرب في السالب 2 راح يبقى معي فقط جذر الثلاث. طبعا احنا بامكاننا بكل سهوله وضع هذا المقدار بالاله الحاسبه وايجاد الناتج. الان ما علينا الا عمليه استبدال القيم. اف الاكس نود هي سالب 1 على 2، اف برايم الاكس نود سالب جذر الثلاث مع الموجب اذا هي سالب جذر الثلاث في اكس ناقص الاكس نود يعني اكس ناقص باي على 3. بناء عليه تكون الاجابه الصحيحه هي الاجابه ب. إذا ال الاكس هي عبارة عن ناقص نص ناقص جذر الثلاث في اكس ناقص باي على 3. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. أيضا يسأل عن التقريب الخطي لدالة جذر الاكس واكس نود تساوي الواحد، ومن ثم نريد استخدام هذا التقريب الخطي في تقدير القيمة جذر 1.01. نبدأ أولا بإيجاد F الإكس نود. F الإكس نود هي عبارة عن F الواحد وهي عبارة عن جذر الواحد وتساوي واحد. ثم نقوم بإيجاد المشتقة. مشتقة الجذر التربيعي هي مشتقة ما داخل الجذر على 2 بنفس الجذر، وبالتالي F برايم للإكس نود هي عبارة عن F برايم للواحد وهي عبارة عن 1 على 2 لأنه 1 على 2 في جذر الواحد يعني القيمة 1 على 2. بعد ما استخرجنا القيمتين F الإكس نود و F برايم للإكس نود نبدأ الآن بإيجاد معادلة التقريب الخطي L الإكس وهي حسب القانون F الإكس نود اللي هي 1 زائد المشتقة للإكس نود اللي هي 1 على 2 في X ناقص الإكس نود يعني X ناقص الواحد. الآن نقوم بإدخال النص على القوس حيصير معي 1 زائد نص الإكس ونص في ناقص 1 يعني ناقص نص، وبالتالي المعادلة 1 ناقص نص هي النص
إذا النص زائد نص الإكس ستكون معادلة التقريب الخطي. هذه المعادلة لو لاحظنا تتواجد فقط في الإجابة فرع دي. إذا الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة بناء على ال الإكس التي أعطيت، لأنه بقية الإجابات كلها خاطئة. للتأكد من القيمة التقريبية نقول أن الجذر التربيعي ل 1.01 هي قيمة الدالة F عند ال 1.01، لأن الدالة F اللي عندي هي جذر الإكس، وأنا أسأل عن جذر 1.01، إذا نتحدث عن F عند ال 1.01. من باستخدام التقريب الخطي هي تقريبا L ال 1.01، وبالتالي هي عبارة عن 1/2 زائد نص مضروبة في 1.01. نقوم الآن بإحضار الآلة الحاسبة وحساب الناتج الموجود لدينا. نبدأ بالواحد على اثنين زائد 1/2 مرة أخرى مضروبة في قيمة الأكس اللي هي 1.01، وبالتالي الإجابة النهائية 201/200. نقوم بتحويلها فتتحول إلى 1.005 كما ظهر على الآلة الحاسبة. نعم 1.05، إذن الإجابة صحيحة. ننتقل الآن إلى السؤال الذي يليه، سؤال أيضا في التقريب الخطي ولكن سؤال من أسئلة الأمثلة الحياتية المهمة جدا اللي لازم احنا نهتم فيها. قدرت شركة ما أنه يمكن بيع F الإكس 1000 لعبة، نركز F الإكس 1000 لعبة. إذا قيم F الإكس التي أعطيت في الجدول هذه القيم بالآلاف، يعني هاي 22 هي 22000، العشرين 20000، الخمستاش 15000، واحد 1000 لعبة برمجة بالسعر XAED يعني X درهم كما هو معطى بالجدول. الآن ما المطلوب؟ المطلوب تقدير عدد اللعبات التي يمكن بيعها بسعر 26 درهم. هذه القيمة 26 بناء على معطيات الجدول هذه تمثل قيمة X. إذا نحن نريد تقدير عدد الألعاب التي تم بيعها عند السعر 26. لاحظوا معي أن الرقم 26 يتواجد ما بين الرقمين 20 و30، يعني 26 مكانها في هذا المكان بالنسبة لقيم الجدول. إذا نتوقع أن قيمة الـ F الـ X اللي هي عدد الألعاب التي سيتم بيعها ستكون موجودة في هذا المكان، إذن هي ما بين 22 و20. طيب بناء على ذلك ماذا نفعل؟ الآن بالبداية من أجل أن نطبق التقريب الخطي يجب أن نحدد قيمة الـ X node. قيمة الـ X node عادة هي القيمة الأقرب إلى القيمة المطلوبة، يعني الـ 26 من الأقرب عليها؟ هل الأقرب عليها الـ 30 أم الـ 20؟ لا، الـ 30 أقرب، وبالتالي الـ X node الأفضل هي الـ 30 كتقريب. إذن حناخذ الـ X node بـ 30. هلا بناء على X node بـ 30 نستطيع بكل سهولة أن نحدد F الـ X node اللي هي قيمة الدالة عند الـ 30 من خلال بيانات الجدول، والتي تساوي كام؟ تساوي 20. إذا حددنا الآن قيمة الـ X node. بعد ذلك ماذا نريد؟ بعد ذلك علينا أن نحدد قيمة المشتقة عند الـ X node، قيمة الـ F برايم عند الـ X node. يعني نريد أن نحدد قيمة المشتقة عند الـ 30. المشكلة في هذا السؤال أن الدالة F غير معطاة، يعني أنا لا أعلم من هي الدالة F، ولا يمكن إيجاد قيمة الدالة F كدالة من خلال بيانات الجدول بسهولة، هذا أمر معقد. إذا ماذا نفعل هنا؟ هنا نقوم بتقريب قيمة المشتقة عند الثلاثين التي تمثل ميل المماس عن طريق ميل القاطع، وبالتالي هذه تقريبا ستساوي دلتا واي على دلتا الإكس، يعني عبارة عن قيمة الدالة عند الثلاثين، قيمة الدالة عند الثلاثين ناقص قيمة الدالة عند العشرين مقسومة على 30 ناقص العشرين. بناء عليه F الثلاثين هي 20، F العشرين هي 22، و30 ناقص 20 بـ10، إذا تخرج النتيجة علينا سالب 2/10، يعني سالب 1/5. هذه قيمة
F برايم X نوت عن طريق عملية التقريب من خلال ميل القاطع بأخذ النقطتين 20 و22 و30 و20. الآن بعد ما استخرجنا F X نوت و F برايم X نوت نقوم بإيجاد معادلة التقريب الخطي اللي هي L X. L X عبارة عن F X نوت اللي هي 20 مضافا عليها F برايم X نوت اللي هي ناقص 1 على 5 مضروبة في X ناقص X نود يعني X ناقص 30. الآن معادلة التقريب الخطي أصبحت جاهزة، نستطيع أن نبسطها ونتركها، لا نقوم بتبسيطها لأنه أنا مش طالب المعادلة، طالب فقط الناتج. الآن بناء عليه ستكون قيمة الأف عند 26، قيمة الدالة أف عند 26 يعني حساب أف 26 هي تقريبا L 26، وبناء عليه تكون 20 ناقص 1 على 5 في 26 ناقص 30. الآن نستدعي الآلة الحاسبة ونقوم بحساب هذه الكمية. إذن 20 ناقص 1 على 5 1 على 5 مضروبة في 26 ناقص 30، الجواب 104 على 5 يعني 20.8. إذن الجواب 20.8. الآن لاحظوا معي السؤال ماذا يقول؟ قدر عدد الألعاب التي تباع. هذا الرقم اللي خرج علينا 20.8 هذا يتبع قيم الجدول، يعني هذا بالألف، يعني هاي 20.8 ألف لعبة. وبالتالي لكتابة العدد عن طريق عدد الألعاب علينا أن نحول هذا الرقم إلى الألاف، يعني حنضرب 20.8 ضرب الألف. إذا ضربنا 20.8 في الألف الإجابة 208 ونضيف عليها صفرين فالإجابة عبارة عن 20.800 لعبة سيتم بيعها بناء على هذا السعر كعملية تقديرية من خلال التقريب الخطي. ننتقل الآن إلى السؤال الذي يليه، وأعتقد أنه هذا آخر سؤال جبناه في التقريب الخطي. نعم، مستخدما التقريب الخطي اللي هو linear approximating عاوزين نحسب التقريب الخطي للدالة F الإكس تساوي E قوى 1 ناقص الإكس عند إكس الزيرو تساوي زيرو. وبناء على هذا التقريب الخطي نريد أن نجد قيمة تقريبية للمقدار E قوى 1.1. نبدأ في الجزء الأول اللي هو حساب F عند الإكس نود اللي هي F عند الزيرو، وهي عبارة عن E قوى 1 ناقص 0 يعني الجواب E. طيب نقوم الآن بحساب F برايم الإكس. F برايم الإكس هي عبارة عن E قوى 1 ناقص الإكس ضرب مشتقة القوة اللي هي السالب 1 فتكون سالب E قوى 1 ناقص الإكس. بناء عليها سنقوم بحساب F برايم الإكس نود اللي هي F برايم عند الزيرو وهي عبارة عن ناقص E قوى 1 يعني ناقص الE. الآن نقوم بإيجاد معادلة L X. L X ستكون عبارة عن F X نود اللي هي الE زائد F برايم اللي ال X نود اللي هي ناقص الE مضروبة في X ناقص ال X نود يعني X ناقص الصفر. إذن المعادلة عبارة عن E ناقص E في X. نستطيع كتابتها E في 1 ناقص X عن طريق أخذ الـ E كعامل مشترك. لو كان طالب مني كتابة معادلة linear approximating التقريب الخطي راح أكتبها بهذه الصورة أو بهذه الصورة. هو لم يطلب ذلك، هو طلب فقط إيجاد القيمة التقريبية. الآن إحنا حنطلع قيمة الـ E وقوة 1.1 من خلال دالة الـ F. الـ F الآن هي عبارة عن E قوة 1 ناقص قوة 1 ناقص الـ X. لما نقول E قوى 1.1 هذه F من؟ يعني أنا لازم أعرف هذه من هي قيمة X كمتغير مستقل التي تعطيني قيمة الفانكشن عندها E قوى 1.1. لذلك هذه الـ 1.1 من المسؤول عنها في الدالة؟ المسؤول عنها في الدالة هي الـ 1 ناقص X. وبالتالي راح أسأل نفسي 1.1 متى تساوي 1 ناقص X؟ يعني من هي قيمة الإكس التي تجعل القوة 1.1؟ هنا سنقوم بتحريك الإكس للطرف اليسار وجلب الـ 1.1 للطرف اليمين
وبالتالي تكون الاكس واحد بالعشرة بإشارة سالبة. إذن الاكس قيمتها سالب واحد بالعشرة، إذن هنا نتحدث عن اف سالب واحد بالعشرة. من خلال التقريب الخطي هي قيمة الال عند السالب واحد بالعشرة، وبالتالي هي عبارة عن اي ناقص الاي مضروبة في سالب واحد من عشرة، أو إي مضروبة في واحد ناقص سالب واحد من عشرة. كل الخيارين صحيح. الآن نقوم بحسابها من خلال الآلة الحاسبة. أولاً عندنا الإي، طبعاً الإي قوتها واحد بهذه الحالة، عندما نضع الإي نضع القوة واحد، ناقص الإي مرة أخرى قوتها أيضاً واحد، مضروبة في سالب واحد من عشرة، سالب واحد بالعشرة. الناتج 2.99، وبناء عليه تكون الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة. الآن ننتقل إلى الشق الثاني من درب نفسك سبعة المتعلق بقاعدة لوبيتال. نبدأ بأول سؤال، إيجاد ليميت إكس تقترب من المعلى نهاية لإكس تكعيب ناقص 5إكس على إي قوة 2 الإكس. بداية علينا أن نقوم بإجراء التعويض المباشر. في التعويض المباشر في هذا السؤال الإنفينيتي قوة 3 تعطينا إنفينيتي، 5 في إنفينيتي إنفينيتي، على إي قوة 2 في إنفينيتي يعني إنفينيتي. هنا نريد أن نتوقف قليلا، هل هذه الحالة من ضمن حالات لوبيتال؟ الجواب لا، لوبيتال يتعلق بحالتين، إما صفر على صفر أو إنفينيتي على إنفينيتي. طيب ماذا نفعل في هذا الأمر؟ الآن هون عزيز الطالب علينا أن ننتبه لأمر غاية في الأهمية، إنفينيتي ناقص إنفينيتي هذه من القيم الغير معرفة، لا يمكنني القول أن إنفينيتي ناقص إنفينيتي يساوي صفر، لا يمكن قول ذلك. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة علينا أن نقوم بتوزيع البسط على المقام، يعني هذه الليمت ستصبح ليمت إكس تقترب من الما لا نهاية لإكس التكعيب على إي قوة 2 الإكس ناقص ليمت إكس تقترب من الما لا نهاية 5 الإكس على إي قوة 2 الإكس. بعد ذلك يتم التعامل مع السؤال وكأنه مسألتين مختلفتين. هلأ القيمة الأولى الليمت الأولى بناتج التعويض، هذه الليمت بناتج التعويض حتعطيني إنفينيتي على إنفينيتي، وهذه الليمت بناتج التعويض حتعطيني إنفينيتي على إنفينيتي. الآن كل من هاتين النهايتين تحل بلوبيتال، وبالتالي سيكون لدينا ليمت إكس تقترب من الما لا نهاية بالنسبة للجزء الأول هنتعامل معها لوحدها، خليني أخذها لوحدها أفضل، خليني أخذها لوحدها. يعني بمعنى راح أجي هون أقول ليمت إكس تقترب من الما لا نهاية إكس تكعيب على إي قوة 2 الإكس ناتج التعويض إنفينيتي على إنفينيتي بالاشتقاق راح تعطيني 3 إكس التربيع على 2 إي قوة 2 الإكس. لو عوضنا حضلها إنفينيتي على إنفينيتي، اشتقاق مرة أخرى 6X على 4 إي قوة 2 الإكس ناتج التعويض برضو إنفينيتي على إنفينيتي، اشتقاق آخر ليمت إكس تقترب من الإنفينيتي 6 على 8 إي قوة 2 الإكس. الآن هنا 6 على إنفينيتي يعني 0، إذن الأولى أعطتني 0. الآن بنفس الأسلوب يتم التعامل مع الليمت الثانية، ليمت إكس تقترب من الما لا نهاية 5X على إي قوة 2 الإكس تعويضها إنفينيتي على إنفينيتي بالاشتقاق حتعطيني 5 على 2 إي قوة 2 الإكس. هلا بالتعويض حتعطيني 5 على إنفينيتي يعني 0، إذن كلا النهايتين أعطاني 0. أقوم الآن بالعودة إلى الليمت الأصلية وأقول الجواب 0 ناقص 0 يساوي 0. الآن قد يأتي أحدهم ويقول أستاذ راعي طب من البداية كان بإمكاني أقول إنفينيتي ناقص إنفينيتي 0
صفر على انفينيتي صفر. هنا نطلق تحذير في هذا السؤال باي تشانس اوكي زبط معنا، لكن ليس بالضرورة أن تزبط في كل الأسئلة. يعني تخيل لو أن إحدى الليمتين اللي طلعت إنفينيتي على إنفينيتي أعطتني عدد حقيقي، أعطتني 4 أو أعطتني 2 أو أعطتني حتى إنفينيتي، هنا نكون قد تورطنا في المسألة. لا يمكن اعتبار إنفينيتي ناقص إنفينيتي على أنها زيرو. إنفينيتي ناقص إنفينيتي قيمة غير معرفة، يتم التعامل معها بهذا الأسلوب. إذا طلع معك صفر ناقص صفر خلاص أوكي كمل حلك. فبالتالي أرجوكم لا نعتبر إنفينيتي ناقص إنفينيتي زيرو ونقول صفر على إنفينيتي صفر، هذا كلام غير صحيح إطلاقا حتى لو جاءت بهذا السؤال صفر. وإن شاء الله في الاختبارات التدريبية الأخيرة سنضع سؤال مخصوص في هذا الجانب ما يطلع معنا صفر، يطلع معنا عدد آخر حتى قلبنا يطمئن لهذا الحل. إذن أرجوكم لا نقع في هذا المحظور إطلاقا. الآن الجواب صفر بناء على الحل اللي أمامكم وليس بناء على إنفينيتي ناقص إنفينيتي تسعة صفر. ننتقل إلى السؤال الآخر، إيجاد ليمت إكس تقترب من الصفر إكس ناقص ساين الإكس على إكس التكعيب. التعويض المباشر في هذه المسألة يعطينا صفر على صفر، ما دام أعطاني صفر على صفر إذن لبتان. نقوم بأخذ الليمت إكس تقترب من الصفر مشتقة البسط مشتقة الإكس بواحد مشتقة الساين كوساين ومشتقة المقام 3x التربيع. الآن بعد إجراء مشتقة البسط ومشتقة المقام حسب قانون الليبيتال نقوم بالتعويض. كوساين الصفر بواحد، واحد ناقص واحد صفر، 3 صفر تربيع يعني صفر. ما زلنا لوبيتال. نستكمل الآن ليميت إكس تقترب من الصفر اشتقاق مرة أخرى، مشتقة الواحد زيرو، مشتقة الكوساين ناقص ساين مع الناقص تصبح ساين، مشتقة المقام 6 الاكس. الآن لو قمنا بإجراء التعويض حتعطيني صفر على صفر، ولكن بإمكاني أطبق لوبيتال مرة أخرى، وبإمكاني أيضا أقول من عندي قاعدة تقول أن ليميت ساين اكس على اكس عندما اكس تقترب من الصفر يعطيني واحد، وبالتالي هنا واحد على 6 في واحد الجواب واحد على 6. طيب لو كملت أنا بلوبيتال ليميت إكس تقترب من الصفر مشتقة البسط كوساين الإكس مشتقة المقام 6، كوساين الصفر بواحد والمقام 6، واحد على 6. إذن الإجابة الصحيحة هي السي. السؤال الذي يليه إيجاد قيمة الليمت عندما إكس تقترب من المال نهاية لإكس زائد واحد قوة 3 على إكس. هذه من الحالات الخاصة في لوبيتال. طبعا ناتج التعويض حيعطيكم إنفينيتي قوة 3 على إنفينيتي قوة 0. إنفينيتي قوة 0 من الحالات الغير معرفة برضو، كمان هون لا يحق لي أن أقول أن إنفينيتي قوة 0 تساوي 1 كما 4 قوة 0 أو 10 قوة 0، لا يجوز ذلك. ربما الجواب يطلع 1، ربما يطلع شيء آخر، الله تعالى أعلم. هنا يجب أن نحل بقاعدة لوبيتال، ولكن علينا أولا أن نحول السؤال. عملية تحويل السؤال إلى لوبيتال تتطلب مني تسمية هذا المقدار y أو f x ما شئتم. y عبارة عن x زائد 1 قوة 3 على x. نأخذ اللين للطرفين، لين ال y تساوي لين x زائد 1 قوة 3 على x. حسب قواعد أو قوانين اللوغارتمات القوة تسقط فتصبح 3 على x في لين x زائد 1، ونقوم أخيرا بإجراء ترتيبها بشكل أفضل، هي 3 لين x زائد 1 الكل على x. بعد أن توصلنا إلى هذه القيمة نقوم الآن بأخذ الليمت للطرفين، فنقول ليمت x تقترب من المال نهاية للين y، هذه ليمت الطرف اليسار تساوي ليمت إكس تقترب من المال نهاية للطرف اليمين اللي هو 3 لن الإكس زائد 1 الكل على إكس. طبعا كما تعودنا في حل هذا النمط من الأسئلة، الطرف اللي على اليسار ليمت لن الواي نتركه الآن ونتعامل مع الليمت الموجودة على اليمين فقط. هذه الليمت بالتعويض المباشر تعطيني 3 في لن الإنفينيتي على إنفينيتي، لن الانفينيتي انفينيتي، 3 في انفينيتي انفينيتي والاكس اللي تحت انفينيتي. ما دام انفينيتي على انفينيتي اذا هي
تتوافق مع قاعدة لوبيتال. سنقوم بإجراء المشتقة الآن، ليميت x تقترب من الما لا نهاية، مشتقة البسط تثبت الثلاث، مشتقة اللن مشتقة ما داخل اللن على ما داخل اللن، ومشتقة المقام بواحد. ناتج التعويض الآن، ثلاث على انفينيتي زائد واحد يعني ثلاثة على انفينيتي على واحد، ثلاثة على انفينيتي صفر، صفر على واحد يعني كام؟ يعني صفر. هذا الصفر هو قيمة الليمت للن الواي، أنا أريد ليمت الواي لأنه أنا هذا المقدار سميته واي. كيف يتم التخلص من اللن؟ قلنا بكل سهولة نقول أن الليمت إكس تقترب من الما لا نهاية للواي، فقط ما علينا إلا أخذ الإي كأساس للطرف الأيمن، فتصبح إي قوة صفر فتعطينا كام؟ تعطينا واحد، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي البي. الآن ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بدرس التكامل بالتعويض. ما قيمة تكامل X تربيع على X قوة 6 زائد 1 دي X؟ من أجل استخدام التكامل بالتعويض علينا أولا أن نفكر قليلا، يعني هل أنا لو فرضت المقام U، هل مشتقة المقام ستعطيني X تربيع؟ مشتقة المقام 6 X قوة 5، عندي X التربيع، الأمر سيصبح معقد قليلا، ربما أصل إلى ناتج ولكن بطريق شائك، ربما لا أصل. هذا السؤال في حالة خاصة، عملية ربط الإكس قوة 6 مع الإكس تربيع، نحن نعلم أن الإكس تربيع كمشتقة تأتي من خلال الإكس تكعيب، هذا قد يكون الآن سركي للسؤال، مفتاح الحل. فماذا نفعل؟ نحول الإكس قوة 6 إلى X تكعيب تربيع، فتصبح X التربيع على X تكعيب تربيع زائد الواحد بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بفرض اليو اللي هي X التكعيب، راح ناخذ اليو X تكعيب، بناء عليه راح يكون عندي DU تساوي 3X تربيع DX، يعني ديل X تساوي DU على 3X التربيع. نقوم الآن بالعودة إلى التكامل. أنا عادة يعني طلابي متعودين علي أحب أسمي التكامل I على أساس يعني التكامل بدل ما أكتب مرة ثانية. هي عبارة عن تكامل، نعود إلى تكاملنا، X تربيع في البسط، المقام الX تكعيب هي U، إذن U تربيع زائد واحد، والDX هي عبارة عن DU على 3X التربيع. الآن سنقوم بعملية الاختصار، X التربيع مع X التربيع باي باي، الثلاث تطلع لبرا، واحد على ثلاث، تكامل واحد على U التربيع زائد واحد ديل U، وبالتالي واحد على ثلاث tan انفرس اليو زائد السي، لأنه تكامل واحد على U تربيع زائد واحد دي U هي tan انفرس اليو. ثم نقوم بإعادة اليو إلى أصلها، اليو كما فرضناها X تكعيب، إذن هنا tan انفرس X التكعيب زائد السي، وبالتالي تكون الإجابة الصحيحة هي الإجابة A. السؤال الذي يليه، ما قيمة تكامل 3 على X تربيع كوساين 1 على X دي X؟ قلنا مرارا وتكرارا أي دالة مثلثية تأتيني في التكامل وزاويتها لا تساوي الإكس، فورا نقوم بفرضها يو، يعني هذا السؤال سنبدأ بفرض اليو واحد على إكس، منها رح نطلع دي اليو اللي هي سالب واحد على إكس التربيع دي الإكس، وبالتالي تصبح دي الإكس تساوي سالب إكس التربيع دي يو بالضرب التقابلي. الآن نعود إلى تكاملنا، التكامل عبارة عن 3 على X التربيع كوساين U بدل الواحد على X، والدي X هي عبارة عن سالب X التربيع DU. عملية الاختصار اللي صارت عندي الآن، عملية اختصار X تربيع مع X تربيع، راح يتبقى عندي في عندي السالب وفي عندي الثلاث وفي عندي تكامل كوساين U DU. كما نعلم تكامل الكوساين هو ساين، إذن سالب 3 ساين اليو زائد سي، ثم نقوم بإعادة اليو إلى أصلها اللي هي 1 على إكس زائد السي، و
وبناء عليه تكون الإجابة الصحيحة سالب 3 ساين 1 على X زائد C. إذن الإجابة A هي الإجابة الصحيحة. يسأل عن قيمة التكامل F برايم X مضروبة في 1 زائد F X الكل قوة 3 X. هذا السؤال يتعلق بالدوال الغير محدد، يعني أن يعطى من خلال التكامل دالة غير محددة. الدالة الغير محددة ما المقصود بها؟ المقصود بها أن هناك دالة اسمها F X أنا ما بعرف من هي أصلا، لذلك تسمى غير محددة، يعني غير محددة القاعدة. كيف يتم التعامل مع هذا النمط من الأسئلة؟ لاحظوا أنه ما داخل القوس هو 1 زائد F X. هذا أنا لو قمت بعملية اشتقاق وماذا يعطيني؟ يعطيني F برايم. إذن أنا لو فرضت هذا U المشتقة فورا موجودة، وبالتالي مفتاح الحل لهذا السؤال أن أفرض اليو هي 1 زائد اف الاكس. بناء عليه دي اليو ماذا تساوي؟ تساوي اف برايم الاكس دي اكس، وبالتالي دي الاكس هي عبارة عن دي اليو على اف برايم الاكس. إذن يصبح التكامل عبارة عن تكامل اف برايم الاكس مضروبة في يو قوة 3، لأنه ما داخل القوس إحنا سميناه U، مضروبة في ديل X اللي هي ديل U على F برايم X. الآن لاحظوا ما الذي حدث. حدثت عملية اختصار الآن ما بين F برايم X و F برايم X. من تبقى؟ تبقى تكامل U قوة 3 DU، يعني عبارة عن U قوة 4 على 4 زائد C. طيب من هي اليو؟ اليو هي عبارة عن 1 زائد F X قوة 4 على 4 زائد C، وبناء عليه تكون الإجابة D هي الإجابة الصحيحة. هكذا نكون قد انتهينا من أسئلة الاختبار التدريبي درجة نفسك 7. كل أمنيات التوفيق لكم جميعا. سعدت بلقائكم خلال هذا الفصل. هذا كان آخر اختبار تدريبي من ضمن مبادرة درب نفسك. بإذن الله تعالى سيكون هناك 3 اختبارات تجريبية مع نهاية هذا الأسبوع، وسيتم بإذن الله نشر فيديوهات الحلول على قناتي الخاصة على اليوتيوب. كل أمنيات التوفيق لكم جميعا مرة أخرى. سعدت بلقائكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.